السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي راح نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله مشاهدي الأحبة. المخالفات الدستورية الجسيمة اللي ارتكبتها الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأعمال من تعيينات في مواقع حساسة واتفاقات دولية سرعان ما نقضتها المحكمة الاتحادية حينها، لكن الرئيس المكلف بتسيير المهام ضرب هذه القوانين عرض الحائط واستمر في تجاوزه على الصلاحيات المثبتة، غير أن الحكومة الجديدة تختلف كليا عن ما سبق وتلتزم بمقررات الدستور، لذا عالجت هاي المخالفات بأوامر ديوانية أنهت فيها لائحة طويلة من التجاوزات على نصوص القانون قاطع الطريق أمام من يحاول شبك الملفات مع بعضها ويدرج الأمر وفق أهوائه على أنها استهداف سياسي بعينه. أما في ملفنا الآخر مشاهدي الأحبة، فملفات حصادنا لهذه الليلة راح تتضمن أيضا فيما يخص الطلبة الخريجين الأوائل حملة الشهادات العليا، هاي الشريحة اللي لم يلتفت لها الكثير ممن تسلموا سدة الحكم فأصبحت في طي التناسي والتجاهل رغم المظاهرات اللي خرجت بها لعدة مرات للمطالبة بإنصافها، لكن يأتي الجواب بالوعود التسويفية اللي أرهقت الطلبة من الانتظار اليوم وبعد تسنم الحكومة الجديدة مهامها في رئاسة الوزراء وكل الوزارات. التفتت لهم الحكومة بقرارات من الممكن أن تكون منقذة أو بالقليل تعتبرها ثمرة جهود مبذولة من قبل هؤلاء الطلبة اللي ضحوا بالكثير من الوقت والجهد. إذن موافقة مجلس الوزراء على تعيين الأوائل جاء ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ باستحداث درجات وظيفية وفق التخصصات المطلوبة وحسب حاجة دوائر الدولة، وهاي الخطوة تعد تنفيذا لواحدة من الوعود اللي جاءت بها حكومة الإطار التنسيقي بأنه من البداية قالت احنا حكومة خدمات. بالتالي المسطرة اللي عندنا في الإعلام ونتابع عمل هذه الحكومة كم ستحقق من هذه الخدمات للمواطنين، ونبقى نسير وفق هذه المسطرة ونكون معيارا لعملها أولا بأول. إذا المشاهدين أحب هذه الملفات راح نناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة. يقود رئيس الوزراء محمد السوداني حملة إلغاء تكليف وإقالات لمسؤولين تنفيذيين وأمنيين عينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظم اللي استمرت أكثر من عام، وهو إجراء على ضمن المنهاج الوزاري اللي يتضمن إعادة النظر بجميع القرارات اللي اتخذتها حكومة الكاظمي. خلونا نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. إلغاء تعيينات لرؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين. أول الغيث قطرة، هكذا توصف الأوامر الديوانية التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، والتي ألغى فيها جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة السابقة في مدة تصريف الأعمال، أي بعد 18 من تشرين الأول لعام 2021، المدة التي توغل فيها رئيس حكومة تصريف المهام في التعيينات بدرجات مختلفة وحساسة لمقربين منه، مخالفا مقررات المحكمة الاتحادية العليا التي حددت طبيعة المهمة المناطة بالسلطة التنفيذية بعد حل التشريعية بتمشية الأمور اليومية، ودون ذلك فهي مخالفة صريحة. بدون شك أنه كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال هي أعمال باطلة لا صحة قانونية لها ولا دستورية. نحن إذا كنا نريد دعم الإصلاح والتوجهات الإصلاحية لابد من العمل ضمن القوانين وضمن الدستور العام للبلد. فهذه التغييرات الإدارية استجابة لقرار سابق من المحكمة العليا، وجاءت منسجمة مع روح القانون ونصوصه، وعودت الأوضاع إلى مسارها وهي خطوة في الاتجاه المرجو. فإجراء مثل هذه التغييرات يستلزم حكومة كاملة الصلاحية والشرعية، ومن المرجح أن تفتح ملفات تتعلق برؤساء هذه الأجهزة والجهات والوكلاء والمدراء العامين والمستشارين تحوم حولهم شبهات فساد، فهذه الخطوة صححت الأوضاع وأنهت مخالفات التعيينات بالوكالة التي أفاض بها الكاظمي في أيامه الأخيرة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء، هذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الدكتور عدنان الجحيشي عضو مجلس النواب العراقي، اهلا بك دكتور، تنضم معي عبر الاقمار الاصطناعيه، وكذلك ينضم معي الدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعه الدراسات والابحاث الاستراتيجيه ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا بك دكتور محمد. اهلا وسهلا. وكذلك عبر سكايب السيد هدايه الطاهر نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانيه، حياكم الله ضيوفي الكرام. ابدا مع حضرتك دكتور عدنان، نتحدث عن التغييرات اللي جاءت ضمن المنهاج، منهاج الحكومة الجديد في مراجعة أغلب القرارات والاتفاقيات اللي عملت عليها حكومة الكاظمي، والملاحظ بأنه على الرغم من أنها هذه الحكومة في بداية طريقها، ولكنه تلمست هذه المخالفات القانونية وبدأت بمعالجتها، كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟ شكرا جزيلا استاذ احمد، تحية جنابك الكريم وضيوفك الكرام ودام مشاهدينك الطيبين الكرام ان شاء الله. الحقيقة خطوات السيد السوداني خطوات أنا أعتبرها جيدة ومباركة، وحقيقة يعني قاعد تعمل بمهنية عالية. طرف جنابك حكومة تسيير الأعمال، حكومة السيد الكاظمي هي فقط تسيير الأعمال، ما من حقها أن تقوم بالتعيينات وخاصة بالدرجات الخاصة، والدليل على ذلك أنه قانون الموازنة المحكمة الاتحادية رفضت أن يأتي هذا القانون من الحكومة، لذلك احنا أخذنا على عاتقنا كمجلس النواب العراقي عملنا بقانون الأمن الغذائي. لذلك أن هذه الحقيقة القرارات والأوامر اللي صدرت من السيد الكاظمي هي غير قانونية وغير دستورية. عمل السيد السوداني على تجضيب هذه القرارات لغاها، وفي نفس الوقت أيضا الرجل يعني ما لغاها نقول يعني بعفوية أو لغاها مجدد القرار يعني عام، شكل لجنة في مجلس الوزراء للبت بكل الـ يعني الـ الأخوة الدرجات الخاصة اللي هم يعني مشمولين بهذا القرار، وهذه اللجنة تبت بهذا الموضوع في كل شخصية وفي كل منصب خلال 21 يوم. بعدها اللجنة هي اللي راح تقرر طبعا، لأنه قسم من عندهم لديهم يعني درجة خاصة أصلا هو موجود بالحكومة العراقية، ومنهم يعني لا توجد لديه أي درجة خاصة وصدر له أمر ديواني. حقيقة قرار ضروري جدا نحن نحتاجه، وهي أول خطوة جيدة للسيد السوداني بهذا الخصوص. طيب دكتور محمد، أيضا نتحدث عن هذه القرارات وفقا للمنهاج الوزاري والحكومة الحالية ومتبنياتها، نتذكر احنا أول ما بدأت حكومة الإطار التنسيقي بالتصدي لهذا المشهد قالت احنا راح نشكل حكومة خدمات، بالتالي هذه الخدمات راح تتجسد على أرض الواقع إذا كانت هذه البوادر في مناصب تنفيذية في مناصب مهمة يتم استبدالها، ما دام أنه فيها مخالفة قانونية راح نتأمل هنالك تحسن في واقع الخدمات، الواقع القطاعي اللي تؤدي كل هذه المؤسسات. شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، تحية لك وإلى الشيخ يعني النائب الدكتور عدنان الجحيشي وسيد هدايه الطاهر، وكذلك الاخ من السليمانية. اعتقد السيد السوداني بخطواته هي خطوات قانونيه، يطبق يعني فلسفه القانون، روح القانون، ويطبق القانون بحد ذاته على اجراءاته وخطواته التي لمسناها وشاهدناها في الفتره المنصرمه. باعتقادي قضية الخدمات لابد أن تكون يعني رؤية الحكومة باتجاه يعني تطوير وتأهيل والقفز بنوعية أفضل للخدمات تقدم إلى المواطن من خلال الهيكل التنظيمي إلى دوائر التي تقدم الخدمات إلى المواطن. فهو يعني أصر على أن تكون هناك تدوير في المكانات الإدارية لإدارة الخدمات من مدراء الوحدات الإدارية وكذلك مدراء البلديات وصولا إلى الشعب والأقسام، ليس أقصاء وإنما تدوير هذا الشخص في مكان ما يتحول إلى مكان آخر يتناسب مع خبرته، يتناسب مع تخصصه، يتناسب مع أدائه. فبالتالي السيد السوداني لديه تقييم شامل الى يعني الموارد البشريه التي تقدم الخدمات. دكتور يعني هذا الاجراء لم ياتي ضمن تقييم، ولكن اجى ضمن اوامر ديوانيه صدرت عن حكومه الكاظمي وفيها عدم قانونيه. لا، احنا نتكلم عن الاوامر الديوانيه فعلا كما تفضل يعني جناب الشيخ. الحكومه تصريف الاعمال لا يحق لها اصدار الاوامر الديوانيه حسب
قرارا للمحكمة الاتحادية 121. فبالتالي عندما عمدت حكومة السيد السوداني وليس السوداني وحده، الحكومة برئاسة مجلس الوزراء هي التي قررت. فهذا هنا القضية التي اعتمدها السيد السوداني بأنه نظام المؤسسات، مؤسسة رئاسة مجلس أو مجلس الوزراء باجتماعه هو قرر أن تكون هناك يعني إلغاء إلى الأوامر الديوانية التي ليس لها غطاء قانوني وليس لها غطاء شرعي، استند على قرار المؤسسة القضائية المحكمة الاتحادية. وهذا يعني من الممكن أن ينجح مهمة السيد السوداني بأنه يعتمد هذا المعيار وهذا المبدأ. هذا واحد. قضية الخدمات هي مرتهنة بأوامر وزارية وأوامر إدارية داخل المؤسسات، فهو نزل يعني ليس فقط هو نظر إلى الأوامر الديوانية التي أصدرتها الحكومة، هو نزل إلى أبعد من هذا وأعمق من هذا، نزل إلى الأوامر الإدارية والأوامر الوزارية. أي ماذا يعطي؟ يعطي انطباع بأن السيد السوداني لديه رؤية شاملة وعاملة على جميع المؤسسات في الدولة العراقية، بحيث أن تكون حكومته هي حكومة خدمات إلى المواطن. هذا واحد. ثانيا، حكومة إصلاحات، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات من جانب يعني تعديل هذا الانحراف في البطالة وزيادته. لا. ثالثا، أن تكون طيب. هناك إصلاحات حقيقية من حيث أنه الفساد لابد أن يفرمل. وحتى عندما أطلق مصطلح جائحة الفساد هو يعني ما يقول، أي بتقديري أنا الشخصي أن الجائحة بحاجة إلى عدة لقاحات، وهذه اللقاحات سريعة أيضا. نعم، وتأتي هذه لربما ليس من جولة أولى ينتهي الفساد، يحتاج إلى عدة جولات. طيب. وليس فقط المؤسسة التنفيذية هي التي المعنية، المؤسسات الرقابية المتمثلة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة والمؤسسة القضاء طيب. العراقي وحتى باقي المؤسسات الرقابية هي تعمل متعاضدة لكبح جماح هذه الجائحة من الفساد التي ضربت البلاد عرضا وطولا. فبالتالي السيد السوداني، المؤشرات التي استقرأناها من حيث تحركاته العملية الميدانية، وليس رجل مكتبي يعني فقط يكتفي بالاجتماعات والتوجيهات ويصدر منه ارشادات، ابدا، هو يعني الان متماهي الخطوات والثغرات، يعني مقاس لديه بدقة كم هي مساحة الثغرات، كم هي حجم هذه الثغرات، يعرفها جيدا لانه طيب. كان وزيرا وكان نائبا وكان محافظا وقائم مقام. فبالتالي هذه المناصب التي تبوأها والأعمال التي أداها مسبقا هي الآن تنعكس على أدائه كرئيسا للحكومة، وهذه من يعني من حسن حظ العراق. طيب. ومن حسن حظ العراقيين أن يأتي رئيس وزراء ليس يأتي من عدم تدرج ومن يكون رئيسا وزراء، لا لا، الرئيس وزراء متدرج في الجانب التشريعي والرقابي. نعم. هو كان حتى هنا في المؤسسة التشريعية الرقابية كان رئيس لجنة تقييم الأداء الحكومي. اسمحوا أستاذ محمد، يعني في هذه الجزئيات خلينا نأخذ رأي سيد هداية طاهر. أهلا بك مجددا سيد هداية. نتحدث اليوم عن توقعات نيابية بأن يصل الأمر لمساءلة الكاظمي وهذه شخصيات المقالة، لربما ستفتح ملفات فساد متسلسلة، بالتالي حجر الدومينو لما يسقط حتى الأحجار الصغيرة تصل إلى الأحجار الكبيرة. هل هنالك نية لدى هذه الحكومة بأن تفتح هكذا ملف معقد وشائك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا حكومة السيد السوداني حسب البرنامج الحكومي، البرنامج كان برنامج مميز، وهذا البرنامج نستطيع أن نقول بأنه يحتوي على كل المعضلات والمشاكل السياسية والإدارية والاقتصادية والمعيشية والخدمية، كل هذه المسائل موجودة في برنامج الحكومي. بدأ السيد السوداني بداية الأمر بتعديل بعض المسارات الإدارية، وهذا شيء جيد يعني في بداية الأمر، وهذا نعتبره يعني جرأة، لأنه حقيقة من الناحية الإدارية هذه يعني الأوامر أو الأوامر الديوانية التي صدرت بتعيين الدرجات الخاصة والمدراء عامين ومحافظين وما إلى ذلك، هذا ليس من صلاحيته، لأن كان حكومة تصريف أعمال، حكومة تصريف أعمال لا يكون له صلاحية
يعني تعيين هؤلاء على هذه المستوى. ونحن يعني نرى بأنه تصحيح هذا المسار الإداري بدأ من الدرجات العليا، وهذا الشيء جيد حقيقة وجرأة عظيمة من السيد السوداني، ونتمنى أنه يستمر على هذا العمل. وأيضا يعني حول سؤالك، يعني بالتأكيد يعني هناك يعني في فترة السيد الكاظمي حصلت الكثير من المسائل القانونية والمغالطات الدستورية والخروقات الدستورية نعتبرها. فأيضا يعني كانت هناك مشاكل سياسية، هذه المشاكل السياسية استطيع أن أقول بأنه الحكومة هي كانت جزء من تفعيل هذه المشاكل ما بين الكتل السياسية وبين حتى المدن، ويعني في المحافظات خاصة الجنوبية. فعندما نرى بأنه كان هناك فوضى عارمة مثلا يعني مثال، يعني كان لا يتحرك من أجل أنه يعمل على استتباب الأمن، أو كان لا يقوم بعمله كرئيس المجلس أو ك يعني رئيس قائد عام القوات المسلحة، بأن يعني يوقف عمليات الفوضى التي كان يقوم بها بعض الفئات يعني أثناء تشكيل الحكومة وبعد الانتخابات، يعني حصلت هذه المسائل. فأيضا أكيد يعني هناك نستطيع أن نقول خروقات قانونية ودستورية، وأيضا مسائل فساد موجود أيضا في حكومة السيد الكاظمي، وهذا الفساد نستطيع أن نقول كان في يعني في. طيب اسمح لنا ننتقل للشيخ عدنان الجحيشي. دكتور عدنان، نتحدث اليوم عن هذه الأولويات، ماذا تلاحظ حضرتك بأنه لما نجي نحلل الخطاب فيه الكثير من المفردات التي تتحدث عن الفساد، ولكن أين المواطن؟ أين تقديم الخدمات؟ أين وعود الإطار التنسيقي عندما كان هو نواة إدارة الدولة ودخلت معه الكثير من الجهات وقالوا نحن سنشكل حكومة خدمات، بالتالي ملف الخدمات أين سيوضع ضمن هذه الأولويات؟ الاهتمام بالجانب الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي. خطاب جنابك، هو احنا تكلمنا على الفساد والفساد مع كل اسف، وانا بتكلم في عده حقيقه حلقات سابقه ولقاءات سابقه، انه الفساد هو نخر الجسد العراقي بشكل عام بكل مؤسساته الخدميه، التربويه، الصحيه، كل المؤسسات حقيقه الدوله بشكل عام، ماكو مؤسسه ما بها مع كل الاسف من الفساد اللي استشرى بالعراق. ترى جنابك اليوم امام السيد السوداني تحديات كبيره جدا، وهو يعني كلها نقدر نحطها ضمن اطار او بين قوسين هو اسمه الفساد. موضوع الخدمات طبعا هذا موضوع مهم جدا، والرجل السيد السوداني واضح هذا المنهاج من ضمن يعني برنامجه الحكومي، وايضا دا يعمل جاهدا بهذا الموضوع. لديه رؤى هو حقيقه كبيره في موضوع الخدمات وفي التخفيف والحد من الفقر اللي اصاب العراق حقيقه، كثير محافظاتنا خاصه في وسط جنوب العراق الفقر يعني زاد على 45%. ترى جنابك البطاله من شبابنا خريجين دراسات العليا وخريجين الكليات والاعداديه، البطاله حقيقه انعكست سلبيا على تصرفات الشباب بالشارع العراقي، المخدرات التي ايضا دخلت العراق وصلت الى ابنائنا الشباب اللي هم القاصرين وبناتنا القاصرات، امور كثيره حقيقه جدا. هذه كلها انا اعتبرها يعني تحديات ومشاكل كبيره على السيد السوداني ان يجابهها بكل قوه بقرارات ان شاء الله تكون الصائبه. الموضوع الخدمات ايضا يعني اليوم يعني شخصيا انا رئيس لجنه الخدمات في البرلمان، اليوم استضافينا سيد محافظ بغداد، استضافينا معاون قائد عمليات بغداد، مدير عام شبكات الكهرباء، مدير عام طرق والجسور، وعده مدراء عامين ايضا اخرين في موضوع مثلا عندنا مداخل بغداد. مع كل اسف تدري بغداد
هي عاصمة يعني العراق، بغداد هي لكل العراقيين بشكل عام، المداخل مالها مع كل أسف يعني مداخل يعني سيئة جدا، وخاصة مدخل شمال بغداد اللي هو طريق الموصل إلى مدخل بغداد باتجاه التاجي، اليوم بالتاجي بحدود 30 كيلومتر، طريق حقيقة وعر جدا يعني ما يليق باسم بغداد، بغداد السلام مع كل أسف. طيب. اليوم حقيقة أيضا احنا يعني بلشنا نقول بعملنا تعمل جابك، صارنا احنا سنة البرلمان معطل بعمل التشريعي والرقابي، اليوم الحكومة أيضا تعطينا يعني قوة وزخم الجهة التنفيذية عندما نشوفها فعلا يعني هي جادة بعملها، فالبرلمان أيضا راح يكون عمل جاد بالتشريع والرقابة لأجل رفض هذه الحكومة اللي حقيقة اللي شفناه مع كل أسف. حتى أنا تكلمت قلت إحنا ظلنا نسمع بالمناطق المتنازع عليها هي فقط شمال العراق، لكنه مع الأسف لقينا بالعاصمة بغداد مناطق متنازع عليها، وهو ما بين محافظة بغداد وما بين أمانة بغداد وما بين حتى المؤسسات الأخرى. مثلا يعني اليوم هذا الطريق اللي هو متوقف العمل به، تعالوا يعني أعطونا الأسباب. طبعا حتى المهندس المقيم إحنا استضافينا اليوم، أعطينا الأسباب أخي. من ضمن الأسباب سجن التاجي واضعين يعني ايش هاي الصبات الكونكريتيه متجاوزين على الطريق العام، ابو الشركه عندما يجي عنده التندر مالته راح يصدم بهذا يعني ايش يعني هذه تفاعليه بين البرلمان والحكومه. دكتور عدنان لا تسمح لي وزارة الدفاع. نعم. خلينا ننتقل اذا من فضلك انتقل يا دكتور محمد العقيلي. دكتور محمد لما يوضح السيد النائب نجي على المواصلات من فضلك سيد الجحيشي شيخ، من فضلك خلينا ننتقل الى الدكتور محمد العقيلي. دكتور العقيلي يتحدث ويتحدث السيد النائب عن انه تعطيل سنه للبرلمان، وايضا كان لربما بمحركات من الحكومه السابقه، واليوم لما تكون هنالك فاعليه في البرلمان يعزوها السيد النائب الى فاعليه الحكومه، بالتالي هذه المنظومه لما تعمل بمستوى يقارب عمل مؤسسات دوله كمؤسسات دوله وعملها، هذا الموضوع من الممكن ان نشهد به تحقيق قفزات إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار دعم رئيس الحكومة من الكتل السياسية لا سيما من كتل الإطار؟ طبعا الفرق ما بين الدولة والحكومة فرق كبير. نعم. الدولة هي جزء، الحكومة هي جزء، الحكومة جزء من الدولة بالتأكيد، لكن الدولة من الممكن أن تكون يعني المحرك إلى جميع مؤسسات الدولة العراقية. نعم. نعم المؤسسات العراقية الأساسية هي خرجت من رحم البرلمان كون النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، لكن عندما تنتج هذه المؤسسات عن طريق المؤسسة التشريعية ورقابية البرلمان، الحكومة يعني بإمكانياتها بصلاحياتها هي التي تحرك الجميع. نعم كما تفضل يعني جناب الشيخ الدكتور عدنان، الحكومة هي حتى من تجعل النواب يعني يتفاعلون أكثر مع الجانب التنفيذي بمراقبتهم للأداء التنفيذي بتشريع أو قوانين جديدة تصوب العمل التنفيذي في الحكومة العراقية. السيد السوداني دمج ما بين الاثنين، يعني لديه حالة المزج وهو رجل مهندس، فبالتالي يجيد قضية المزج. هذا تحيز للهندسة واختصاصك دكتور. طبعا طبعا أنا جدا يعني أنا أعرف كيف يفكر، يعني كما يعني يعلم الضابط كيف يفكر يعني العسكر، أنا أعرف كيف يفكر المهندسون. نعم. قضية السيد السوداني، المشاكل في العراق كبيرة، ولا نعتقد ولا نتصور ولا نصور أن الطريق أمامه معبد بالورود، بل الطريق شائك جدا، والطريق لربما الفترة الآن لدى الكتل السياسية هدوء سياسي، لكن لربما العمل الصحيح وتصحيح الأخطاء من قبل حكومة السيد السوداني قد تستفز الكتل السياسية القريبة والبعيدة من السيد السوداني، فبالتالي تكون هنا تكمن المشكلة. لكن السيد السوداني راح أعطيك يعني جانب يعني تخصصي هندسي، هو كل مشكلة لديه يعني يتعامل معها بمنتهى المهنية، وكيف يعني يفكك المشكلة يجعلها أجزاء ومن ثم يعالج كل جزء يعني عن الجزء الآخر بمسافة معينة وبوقت معين، ولديه توقيتات. يعني مثلا انت حضرتك يعني ركزت على جانب الخدمي، كيف تصل الخدمات الى المواطن، وهل الخدمات هي مطلب سياسي للاطار او الى حكومه السيد السوداني. انا اعتقد
الخدمات هي المكلف بها يعني الجانب الحكومي، اما الجانب السياسي هو يتخذ الجانب الشعارات، ومن حق اي كتله سياسيه ان تطلق شعارات، لكن الجانب السياسي عندما لا يسند الحكومه قد يفشل الكتل السياسيه تفشل والحكومه تفشل، فهذه مهمه للاطار عليه ان يجيد هذه المهمه، هي اسناد حكومه السيد الكاظمي من حيث المبدا كاطار، وعلى يعني تحالف اداره الدوله بصوره عامه الذي انتج رئاسه الجمهوريه وانتج حكومة السيد السوداني، أنا أعتقد عليه مهمة كبيرة أن يسند عملية حكومة كي لا تكون هناك فورة شعبية مرة أخرى، ضغوطات شعبية إلى مؤسسات الدولة، وحق الشعب أن يعني يتظاهر وأن يخرج على بكرة أبيه عندما لا يجد خدمات. فبالتالي باعتقادي الحكومة السيد السوداني أولى أولوياتها هي كيفية وكيفية يعني أن تكون هناك الهندسة العكسية، ليس الهندسة النمطية بتقديم الخدمات إلى المواطن، هذا جانب. طيب. جانب ثاني، الخدمات هي ليست تكنولوجيا حديثة ونتكلم بالنانا تكنولوجيا، نعم. أبدا، هي الأي بي سي دي للهندسة، يعني مثلا البنى يعني التحتية والبنى الفوقية، البنى التحتية يعني المجاري، مياه الصرف الصحي، مياه يعني المياه الصالحة للشرب، وكذلك البنى الفوقية، هذا التبليط. تفضل بي دكتور عدنان، منافذ بغداد، يعني مداخل بغداد ليست فقط الشمالية والجنوبية وحتى الشرقية والغربية، يعني هناك المحافظين وخاصة محافظة بغداد تلكأت كثيرا بتقديم الخدمات إلى أقضية ونواحي يعني بغداد. والسيد السوداني باعتقاد، اسمح لي سيد أحمد، سيد السودان في المرحلة المقبلة سوف يركز على أداء المحافظين، ويتكون هناك تقييم معياري إلى المحافظين كي يقدموا أفضل ما لديهم، وحتى أمانة بغداد التي تختص بعملها داخل العاصمة والمحافظة التي هي للأقضية والنواحي، فبالتالي لديه جدول أعمال، لديه خارطة طريق خدمية، أنا أعتقد سوف يكون نتاجها إلى المواطن متلمس. خلينا نتناول هذا الموضوع ضيوف الكرام. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. طبعا بعد قطع الأمل بحكومة تصريف الأعمال السابقة من قبل الطلبة الأوائل وكذلك الدراسات العليا بعدم الاهتمام لهم، اليوم الحكومة تدرج ضمن برنامجها تعيينهم على ملاكات الدولة، وخاطبوا مجلس الخدمة الاتحادي وزارة المالية بإجراء الخطوات اللازمة لحل مشكلاتهم وتزجهم بالدوائر والمؤسسات الحكومية. نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نتابع التقرير الآتي. حددنا 3 أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي. ضمن سلسلة تنفيذ البرنامج الحكومي، حزمة قرارات اتخذت في كلمة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، إذ كانت لحملات الشهادات العليا والطلبة الأوائل الحظوة في تعيينهم ضمن دوائر الدولة وبحسب الحاجة الفعلية لها، ما يعزز العمل الحكومي والأطر المؤسساتية في خلق فرص العمل التي وعد بها السوداني عند بدء مهامه الحكومية. تنفيذا لما جاء بقانون الأمن الغذائي واستكمالا لعمل لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2022، قرر مجلس الوزراء أولاً قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم 74732. فبعد جملة وعود أطلقتها حكومة تصريف الأعمال وما جاء على إثرها من تظاهرات للفئات المذكورة حتى كلت ألسنهم ولا تنفيذ على الواقع، فعلى عكس تلك الحقبة السوداني يوجه مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية بإطلاق المخصصات اللازمة والإجراءات التي تسهل تنفيذ هذا القرار للطلبة المشمولين وفقا للأعداد المذكورة وقانون استحداث الدرجات الوظيفية. يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة إلى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد التخصيصات الدقيقة المطلوبة بما يمكن وزارة المالية من استحداث الدرجات أعلى. فشمول الطلبة الأوائل أكبر عملية توظيف في القطاع الحكومي في السنوات العشرة الأخيرة بحسب ما يراه الخبراء، في حال التزمت وزارة المالية بإطلاق المخصصات التي تغطي متطلبات تنفيذ هذا القرار بما في ذلك الحذف والاستحداث ضمن الوزارة الحكومية. بعد شمولهم بالتعيين على ملاكات الدولة، الطلبة الأوائل والدراسات العليا بانتظار الموازنة العامة والإجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بتنفيذ هذا القرار.
نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوف الكرام السيد النائب عدنان الجحيشي والسيد محمد العقيلي والسيد هداية طاهر. سيد هداية، سريعا، ملف التعيينات كان عامل إرباك للحكومة السابقة والتي قبلها، لما يكون هنالك توجيه إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية باتخاذ إجراءات سريعة على أقل تقدير لشريحة الطلبة الأوائل، هل هذه الخطوة يتلمس المواطن وكلها قريبا؟ خطوة مهمة. للأسف الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن، حتى عن حكومة التصريف السابقة، لم يهتم بهذه الشريحة المهمة، الطلبة الأوائل، الكفاءة، الخبرة. يعني ما أعرف أصلاً الحكومات كلها ما قدرت أنه تهتم بهذه الشريحة المهمة من أجل أنه يزجون بدوائر الحكومة، وهم يعني عندما حصلوا على أوائل أقسامهم وكلياتهم بالتأكيد هم أكفاء، هم خبراء. فلهذا يعني نحن نرى بأنه هذه خطوة إيجابية وخطوة مهمة من السيد السوداني بأنه يعين هؤلاء على دوائر الدولة، وأنا متأكد أنه سوف يكون لديهم جهود متميزة في بناء المؤسسات وبناء الدولة العراقية القادمة. طيب سيادة النائب، اليوم نتحدث عن هذه الخطوات. لما كان محرك التظاهرات هو ملف التعيينات، بدينا هسه بفئة الطلبة الأوائل، هذه الخطوة تعدها أنه لا راح تلحقها خطوات، أو لربما راح نلمس هذه الإجراءات سريعا، لو أيضا راح تدخل المحسوبية والمنسوبية، وأيضا لربما ملف فساد سيدخل في هذه التعيينات؟ شكرا سعد احمد. يعني كان مصطلح بالجيش سابقا يقول الوحده بامرها. نعم، الوحده تنعكس على امرها سلبيه او ايجابيه. انا اعتبر العراق الان امر السيد السوداني، يعني رضينا وبين خلص، هو رئيس الحكومه العراقيه، هو القائد عام القوات المسلحه. فاليوم عندما نشوف حقيقه قرارات جديه وقرارات صائبه وبقوه وبمهنيه، أكيد هذا ينعكس حتى على المواطن البسيط العراقي، أيضا يقوم يحترم القانون. لكن عندما يشوف أنه يعني رئيس وزراء يصدر قرار والوزير ما ينفذ، والوزير يصدر قرار مدير عام ما ينفذ، بالتالي حتى المواطن يعني ما راح يحترم القانون. أنا متأكد أنه يعني خطوات السيد السوداني حقيقة خطوات قوية، وهناك كما ترى جنابك في كل وزارة أكو مديرية عامة للمتابعة. للمتابعة، فهو شكل لجنة في مجلس وزراء لمتابعة العمل لكل وتقييم العمل، سواء كان الوزراء، المحافظين، المدراء العامين. بالتالي هذا راح يحفز كل مؤسسات الدولة بشكل عام أن يطبقون القانون. خطوة التعيينات حقيقة خطوة إيجابية، لأن تعرف الدراسات العليا هم الشرارة الأولى للتشرينيين، وهم اللي حقيقة وصلوا البلد لهذا المستوى. وإن شاء الله السيد السوداني ما أمامه إلا فقط مصطلح واحد اللي هو اسم النجاح. فالتطبيق يجب ان يكون وجوبي وليست جوازي، لانه هو بعد ما استطاعته انه يعني يصدر قرار وما ينفذونه. هاي واحده من خطواته، هو متابعه وزراء وكل الحقيقه المعنيين بتطبيق اي قرار يصدر السيد السوداني في مجلس الوزراء انه تطبيقه فعليا. فلذلك حقيقه نامل ونتامل، وانا واثق جدا ستكون حكومه افعال وليست أقوال. 20 سنة دائما نسمع الحقيقة الأقوال لكن ماكو تطبيق على واقع الحال. أيضا في موضوع العفو، تفضل. أيضا في موضوع النزاهة مثلا، يعني دائما نحن العراقيين نستعمل من كلمة التحقيق والتحقيق واللجان التحقيقية والكذا، وبالتالي ماكو شيء ملموس. ما شفنا حقيقة لحد الآن وزير هو خلف القضبان ولا مدراء عام، ولا شفنا أنه حكم يعني صدر. هذا ايضا واحده من الحقيقه السلبيات الحكومات السابقه. السيد السوداني انا متاكد راح يعني راح يكون حسابه عسير الى هؤلاء الناس، حتى دائما نقول يضرب عصفورين بحجاره. انه اولا انا يا الحكومه الجديده انا عاقبت كل اللي استلموا المسؤوليات في الحكومات السابقه على فسادهم الاداري والمالي، والان يعني دير بالكم انه اي خطوه
يعني تكون عندكم سلبية فأنتوا يعني مصيركم العقاب. بهكذا حتى حقيقة ستنجح حكومة السيد السوداني، وما أمامه إلا هذا القرار لا يوجد غيره. اثنين، موضوع حقيقة التعيينات أيضا، إذا تسمعني أستاذ أحمد أيضا، موضوع التعيينات حقيقة احنا اليوم أمامنا يعني أكو في يعني بعض الأسئلة أنه هذا راح يصير يعني ترهل بالحكومة العراقية، بكرة موازنة احنا مثلا ما عدنا، كيف راح نسدد رواتب، كيف نروح الاستثمارات، كيف نروح نشجع يعني المعامل المصانع. لا بالعكس، يعني انت اليوم لو تحسبها اليوم كم ألف متقاعد يطلع عندك بالعراق، هذا المتقاعد هو ماخذ الدرجة الأولى، لذلك هذا راتبه يعادل يعني يعين ثلاثة من شبابنا العاطلين الآن. فإذا الألف يعني معناها 3000 واحد، ترى العملية مو عملية، ترى يعني هاي عملية حسابية حقيقة دقيقة بهذا الموضوع، ما تقبل كل يعني كل غلط وكل جدال. ثانيا، هو الرجل أيضا ركز على الاستثمارات، ركز على صيانة. شيخ نبقى في موضوع التعيينات إذا سمحت حتى نشبع هذا الملف بالتحليل، إذا هاي راح تستخدم أيضا آلاف من اليد العاملة. نعم بالتأكيد، يعني هذا ملف مهم، ولكن حتى ركز كلامنا في موضوع التعيينات حصرا، دكتور محمد الأقيلي تفضل السيد النائب بأنه هذه التعيينات لربما انظلموا في المرحلة السابقة، وهنا أشير أيضا إلى الظلم مرتين، مرة بسوء معاملة الحكومة لهم عندما خرجوا بالتظاهرات وطالبوا بالتعيينات أمام الوزارات وظلوا أشهر، ومرة أخرى بعدم الاستجابة لمطالبهم وتعينوا. وأشار السيد النائب أنه طلعوا جماعة على التقاعد ولا الأمور ويجون دماء جديدة بدالهم. كيف تنظر إلى هذه الإجراءات؟ راح توفي حق أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل؟ يعني باعتقادي السيد السوداني لديه نظرة شاملة إلى هذه الشريحة وإلى شريحة الشباب بصورة عامة. نعم. يعني من ضمن متبنيات المنهاج الوزاري وليس البرنامج الحكومي هو يعني البطالة، والموازنة ما بين البطالة والبطالة المقنعة هي شيء صعب، وخاصة في ظرف العراق. ظرف العراق يعني الآن فقط التعيينات في مؤسسات الدولة أو مؤسسات الحكومة، ولا توجد هناك شركات واستثمارات يعني تكسب أو ينخرط فيها الشباب العراقي المتخرج، سواء كان في الدراسات العليا متخرجا أو من الدراسات الأولية. فبالتالي السيد السوداني لديه أرقام، يعني عندما سن البرلمان السابق بأن سن التقاعد يكون مبكرا أبكر مما كان عليه، أين الدرجات الوظيفية وأين التخصيصات المالية التي ذهبت مع المتقاعدين؟ اليوم يعني كان لديه يعني قبل يعني ساعات كان لديه اجتماع رئاسة وزراء مصغر، وهذا يعني شوف السيد السوداني ماذا يعني الأداء كيف بدأ يعني يكون يعني يتفاعل شيئا فشيء. اجتمع مع وزير النفط ووزيرة المالية وكذلك وزارة الكهرباء، راح يأخذ الأرقام الحقيقية من وزارة المالية، كم من الموظفين المتقاعدين الذين شملهم قانون التقاعد الذي خرج من البرلمان على ضوء ما يعني كانت التظاهرات الموجودة. فهذا أرقام. ثانيا، كم عدد المتوفين، كم عدد المقالين، كم عدد المستقيلين، هذه كلها أرقام، أو كم عدد الكلي لهذه الأرقام. باعتقادي سوف يكون هناك اجتماع آخر مع مجلس الخدمة لوظف هذه الإمكانيات وهذه الطاقات كلها حسب تخصصي. هذا جانب. الجانب الثاني، هو لديه يعني أفق باتجاه تنشيط القطاع الخاص بمجاله الاستثماري ومجاله المصرفي والمالي وكذلك في المجالات الأخرى القطاعية التي تنشط. هذا بحاجة يعني إلى كوادر من الموارد البشرية، لا أعتقد سوف تكون يعني هذه الطلبات من قبل هذه الشركات الاستثمارية والعاملة والمعامل والمصانع التي سوف تكون عاملة بنشاط أكثر عندما يخفف قضية الفساد التي هي مسيطرة حتى على المعامل والمصانع في القطاع الخاص، وجعلت العراق بيئة غير جاذبة إلى الاستثمارات لرؤوس الأموال والكتل النقدية الكبرى. فبالتالي هو لديه خطة تنظيم القطاع الخاص من حيث أنه يستقبل ويستوعب هذه البطالة، حتى لا تكون هذه البطالة الموجودة خارج مؤسسات الدولة تتحول إلى بطالة مقنعة داخل مؤسسات الدولة. هذا عبء سوف يكون على الدولة، على سلم الرواتب، على المؤسسات، إنتاجية الموظف كم تكون، كم ساعة خلال النهار،
كم ساعة خلال الدوام الرسمي؟ ساعة ونصف، ساعتين، هذا بؤس، وهذا يكون فساد ويكون فيه يعني هدر كبير للطاقات المالية والطاقات البشرية. فهو لديه موازنة يوازن ما بين الأمور. لا أريد أن أعطي للأمور حالة مثالية، لكن أنا أشرح الآن بطريقة نظرية. الجانب العملي كم يطبق من هذا الجانب النظري الذي يفكر به السيد السوداني؟ أعتقد بنسب متقدمة مما كانت عليها الحكومات السابقة، فبالتالي سوف هناك تكون استيعاب إلى البطالة، لكن على شكل مراحل. وهذه عندما قلت هو يواجه المشكلة ليس يواجهها بحجمها الكبير، المشكلة تفتت. البطالة أولا ذهب إلى الدرجات التي هي تشمل التخصصات الذين حاصلين على شهادات العليا، الدكتوراه والماجستير، تفتتت المشكلة لديه. ثانيا يأتي إلى التخصصات النادرة، التخصصات الدقيقة التي من الممكن كانت هناك، يعني التعيين المركزي يشمل هذه الفئات، يشمل هذه الطبقات، الآن من الممكن أن تكون عند مجلس الخدمة الاتحادي قاعدة بيانات عريضة تنظم هذه البطالة الموجودة. وهذه أيضا تحدي كبير أمامنا. سيد هداية، لما يشير الدكتور العقيلي إلى مجلس الخدمة الاتحادي، يعني صار له أكثر من سنتين، 3 سنوات، أنه أتم مهامه وبدأ يشتغل وقاعدة بيانات موجودة، ولكن التعيينات اللي أصدرها هي فيما يخص الشرائح التي يحتاجها المجتمع، المجموعات الطبية ورفد المستشفيات وغيرها اللي كان تعيينهم مركزي، ولكن الطلبة الأوائل ما شفنا لحد الآن، بعض الفئات اللي طلعت تظاهرات أيضا ما شفنا تم تعيينهم. مجلس الخدمة الاتحادي راح يستجيب للحكومة الحالية بهذا الأمر والتعيين؟ بالتأكيد يجب أن تلتزم بقرار الحكومة، ويجب أن يكون لها يعني دور في تسهيل أمر الأوائل في الأوائل والحاصلين على الدراسات العليا، من أجل أن يكون لهم دور في المؤسسات الحكومية، وليس فقط يعني مشكلتنا أو نقصنا في الجانب الصحي أو الجانب التربوي، وأيضا هناك جوانب أخرى. يعني هناك مثل ما قلت بأنه هؤلاء أكفاء، هؤلاء خبراء، يجب أن يكونوا ضمن يعني مسيرة المؤسسات الحكومية. يجب على الخدمة يعني الاتحادية أنه تقوم بأسرع وقت من أجل أنه يلمح إلى الفراغات الموجودة. طيب، ولما نقول مجلس الخدمة الاتحادي يشمل الحكومة الاتحادية، كردستان أيضا راح أطالب بجانب ويعني عدد معين من التعيينات. أتصور يعني حكومة تقريب كردستان هي حكومة، يعني عندها حكومة وعندها برلمان وأيضا لديها مجلس خدمة، يعني تستطيع أن يعني الأوائل لحد 2016 قام بتعيينهم، لحد 2016 يعني بعكس حكومة الاتحادية. حكومة الاتحادية من 2003 لحد الآن ما تعينوا الأوائل، وأيضا الحاصلين على الدراسات العليا يعني لحد فترة 2015 تعينوا فقط هالخمس ست سنوات الأخيرة. أيضا مطالبة، يعني مطالبة الحكومة إذا كان هناك مجال لتعيين هؤلاء أيضا، يعني هذا من باب آخر. هذا الأمر أصبح واضح. سيد هداية، دعنا ننتقل لسيد النائب دكتور عدنان. نتحدث عن قانون الأمن الغذائي والوفرة المالية، لما البرلمان صوت على قانون الأمن الغذائي راح نشهد تكون حصة كافية للدرجات الوظيفية. نعم، أنا حقيقة هو هذا سؤالك يعني جزء من السؤال الأول في موضوع مثل الخدمة الاتحادي، أنه يعني ليش ما طلت هاي الفترة يعني ما شهد النور في تعيين الشباب، وبالتالي راح يخفف حقيقة من معاناة شبابنا، وبالتالي الحكومة اللي كانت هي حكومة تسيير أعمال أنه خلاص احنا أعطيناه وفرة المالية وضمننا في ضمن قانوننا هو تعيين الشباب الخريجين يعني دراسات العليا، وأيضا أعطينا 1000 درجة إلى كل يعني محافظة لكن لم ترى النور. هذه حقيقة مرتبط الجواب بنفس السؤال مالتك الأولي، أنه يعني هل أنه يعني متابعة رئيس الوزراء شخصيا حتى الوزراء ينفذون قرارات رئيس الوزراء أو بس الوزراء بالأحرى أم لا؟ هاي النقطة حقيقة مهمة جدا. أنا زرت السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، حقيقة واحدة المشاكل أو المشكلة يعني الطابة اللي هو يعانيها يكتب إلى الوزارات،
اعطوني درجاتكم لحذف الاستحداث ما يعطوه هي، وهم عندهم الاف الدرجات. هنا أنا وين هنا اين يكمن الخلل؟ لو كان رئيس وزراء قوي هل يستطيع الوزير ان يعني ما ينفذ قرار رئيس وزراء؟ هاي المشكله يا اخي اللي احنا دنعانيها. فلذلك اليوم السيد السوداني من اولويات يجب ان يكون قراره قوي جدا وحاد ومتابع، والفزير اللي ما ينفذ يقول له عمي توكل بالله، انت على شنو جابك اذا انت ما تنفذ؟ هو اسمه تنفيذي. نعم. زين هاي النقطه حقيقه يعني انا اوضحها بسبب يعني التلكؤ وحتى المشاريع، ليش احنا بس حطينا يعني درجات والمشاريع اللي يعني اللي احنا يعني اعطيناها لكل المحافظات لم ترى يعني النور لحد الان الا نسبه قليله جدا، بسبب حقيقة يعني تلكم أو تباطؤ أو تماهل المسؤولين الإداريين المختصين بهذا الموضوع. اليوم المسؤول الإداري حقيقة يكون واقعين، من أساء العقاب من آمن العقاب أساء الأدب. اليوم إذا ماكو عقوبة يا أستاذ أحمد مستحيل أنه واحد ينفذ لك، لكن نشوف نفسه أنه يعني خلص أنه يعني اليوم يعني تقييمه على قد عمله تشوفه يعمل ليلا ونهارا جادا. ودي على ذلك اليوم الوزراء يقولون ساعات متأخرة من الليل يعملون في سبيل أنه يبين عمله وانتاجه يعني ميدانيا. هاي النقطة حقيقة في مرور الأيام لو استمر العمل هكذا في مرور الأيام في مرور الأشهر راح نشوف شيء ملموس على يعني واقع الشارع، وهذا ما يطمح إلى كل العراقيين. وحتى نحن كبرلمان حقيقة نحن يعني يجب أن نكون ساندين إلى هذه الحكومة، وحتى القوى السياسية تعرف جنابك وصل يعني مستواها أو وصل رصيدها من جمهورها متدني، لذلك هي عليها اليوم يعني أو ما عليها إلا يعني رفض أو قوة حكومة السيد السوداني في سبيل نجاحه هو ينعكس إيجابيا على نجاحهم. هذا حقيقة نقطة مهمة جدا حبيت أن يعني أوضح لي سؤالك. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ عدنان الجحيشي النائب المستقل والدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية، والسيد هداية الطاهر نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني عبر السكايب من السليماني. ضيوف الكرام شكرا جزيلا لانضمامكم معنا في حلقة حصاد الأيام. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.